وقت منقول صيف منقول فوراً رياضة أسبح، وفي ناس كتير بتحب هاي الرياضة، وخاصة وقت اللي بتكون الأم حابة تصنع من ابنها بطل، فبتروح لهيك لعمر كتير صغير لتدخله نوادي يخضع لكورسات تدريب سباحة. بالإضافة أنه أكيد اليوم السباحة هي مو بس أنه رياضة ولياقة بدنية، أكيد هي بتشد الجسم، وخاصة إذا كان اليوم في نظام غذائي عم بيرافق هاي الرياضة. خلينا هيك رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع هايدي. أكيد يمكن رشا أكثر جملة بنسمعها لما بنسبح، أنت بسرخي حالك المي لحالها بترفعك، قديش الجملة اليوم غدرت فينا وقديش فعلا ورجتنا أنه في أشخاص ما بيعرفوا يسبحوا، بس هي بدها قوة قلب. يعني القصة يمكن هي ببعض الأحيان حلوة الواحد يجاز بالقصة، يعني حلو. اكيد ما رح يغرق بشبر مي طبعا، بس يمكن هذا الشيء بخوف كثير من الناس، ونحن اكتشفنا انه كثير من الاشخاص فعلا ما بيعرفوا يسبحوا ولو كانوا بعمر كبير، لهيك كثير مهم انه نحن نتعلم رياضه السباحه، والاهم نعلم اطفالنا من عمر صغير لفوائد السباحه العديده ان كانت على الصعيد النفسي والجسدي. خلونا نحكي اكثر مشاهدينا عن اهميه رياضه السباحه وكيف ممكن نمارسها وكيف ممكن نمتلك القواعد الأساسية للسباحة. كل هي التفاصيل مع ضيفتنا يلي صارت ضمن الاستوديو، مدربة السباحة سنابل سلمان. يسعد صباحك كوتش. صباح النور. صباح الخير. صباح الخير. كيفك كوتش؟ الحمد لله تمام. تمام؟ تمام الحمد لله. هلا دائما بنقول السباحة الناس بتروح انه انا رايحة غير جو، انا رايحة اعبي وقتي، ما عندي شيء اخذي ابني على المسبح، اخذي رفقاتي، ولكن هي يعني بالنهاية هي رياضة. صح. خلينا نحكي عن هاي النقطة. هلا بداية هي رياضة السباحة هي من الأنشطة البدنية الفردية يلي دائما في مثل ما قلتي كثير قسم من الاطفال بياخذوا للمتعه وقسم لا، هن بالاساس اول ما يدخلوا بيكون عندهم طموح انه انا بدي كفي بالسباحه، بيكون نتيجة متابعة الأهل، دائما الأهل بيكون عندهم متابعة، مثلا شوف هذا المقطع، نتيجة الفيديوهات اللي بيورجون إياها، هذا الشيء كله بيعمله دافع للطفل. ودائما هلا السباحة هي مو بس عم تكون للأطفال، كمان للسيدات، لأنه من قبل كان في دائما مفهوم شائع أو خطأ شائع خلينا نقول إنه خلص أنت تجاوزت هذا العمر ما فيك تسبح، وهذا الخطأ الدائم بيكون بالعوائل غالبيتها. هي رياضة السباحة بالأساس الشيء المميز فيها إنه كل الفئات، مختلف الفئات العمرية بيقدروا يتدربوا، بيقدروا يوصلوا لمراحل كتير متقدمة بالسباحة، وبنفس الوقت كمان هي لكلا الجنسين سواء ذكور أو إناث، يعني ما أنا مخصصة بس للذكور مثل قبل، يعني مثلا من الأيام اللي قبل كانت إنه بس للذكور، هلا الأكثر البنات ما؟ هلا صاروا أكثر شيء بالأساس، لأنه البنات هلا كتير بيرغبوا لها بمختلف الأعمار، لأنه أول شيء هي عم تكون عم تروح التوتر، عم تروح القلق، بتخفف بآلام الدورة الشهرية عند السيدات، عم تروح تنظم الهرمونات عند السيدات. هلا والسيدات دائما هن اكثر شيء بحاجه لانه يتخلصوا من التوتر، يعني التوتر دائما عليهم اكثر من غيره. حكيت يعني اليوم معناتها بنقضيها سباحه، لانه السباحه هي لانه بالاساس عم اقول لك بتروح لك التوتر بالاساس، المي هي كمان البنت بدها تنحف تشد جسمها تعمل العضل بالمكان الصح تماماً. يعني هي عم اقول لك هلا هي دائما السباحه بيقولوا لك انا رايحه بدي ريح نفسيتي بدي روح اسبح. هلا الغرق هو شيء ثاني، هي دائما موضوع الخوف. خوف هو السبب الاساسي بالغرق، هو الخوف دائما. يعني فعلا مثل ما ذكرتي عن اليوم فوائد كثيره لرياضه السباحه، ويمكن أكيد اغلبنا بيتجاهل هي الفوائد. خلينا نحكي ونتعرف عنك اكثر ككوتش، ايمت بلشتي بهذا المجال؟ ايمت بيتم التدريب؟ من هنون الفئه العمريه اللي بتدربيها؟ نحكي بشكل عام. انا هلا بلشت بحبي للسباحه من وقت اللي كنت صغيره، من خلال الدورات الصيفيه اللي كنت سجلها، بعدين بس وصلت للبكالوريا حسيت انه انا حابه اروح بمجال الرياضه، فدخلت درست كليه تربيه رياضيه بجامعه تشرين، تخرجت منها وهلا سجلت حقوق عم بدرس كمان. فبس حسيت وقت دخلت على الكليه السباحه حبيتها زياده مع الدكاتره اللي كانوا يعطونا اياها، حبوبوني فيها زيادة، فخلص قررت أني أنا الدورات كلها اللي بتحتاج السباحة لحتى أكون مدربة متمكنة بدي أعملها، وهذا اللي صار. الفئات العمرية أخذنا من 3 سنين وفوق، يعني في لحد 50 سنة عم يكون في متدربين. حلو. غالبيتهم عم يكون انه بدي يدرب جسمي، بدي هلا سيدات غالبيتهم بدي شد جسمي، بدي يكون في عندي نتيجه القعده الطويله كله بيكون صار عنده وجع الكتاف الحنيه،
كله بيصير، يعني هي مو بس بقى بتصير ترفيهية، كمان بتصير علاجية. أكيد علاجية، ولكن صنابل وقت المنقول الصبية اليوم عم تروح لفوائد جسدية وبدنية، اليوم كمان العمر بيكون له دوره، يعني أنا أكيد. بلش بعمر صغير حتكون الفائدة أكبر ونتائج إيجابية أكثر. غير يعني اليوم السيدة عم تحسي في معاناة لتقدر تحصل على النتيجة اللي هي كرمالها، يعني دخلت هذا المجال. هلا في صبايا يروحوا رايحين بس كرمال ينزلوا وزنهم وشدوا جسمهم من الآخر. يعني. هلا اول شغله اللياقه البدنيه كثير بتلعب دور بالعمر، هي اول شيء. ثاني شيء، وقت انت بيكون في عندك طفل من الاول عم تبني فيه، يعني مثل البنايه، وقت انت اول شيء بتبلشي تاسسي فيها اساسات صح. فانت الطفل من الاول عم تبلشي تاسسي فيه اساسات صح، مجرد ما بلشتي تاسسي خلص هو لقدام. يعني حتى الاطفال او السيدات اللي بيسبحوا دائما بيكون في عندهم مقاومه للامراض اكثر من غيرهم، اكثر من الاشخاص اللي ما بيسبحوا. فانت وقت بدك تمشي فيه، لانه اكيد اختلاف الاعمار بيلعب دور، بس حتى مع السيدات ما عم بيكون في. هلا ممكن انا تحكي مع سيده الا حكي هيك هي رح تفهم علي فورا، بعكس الطفل اللي انا بدي اشي حد له ايده. النتيجه الفائده يمكن تكون اكثر لو بعمر أكيد. اقل اكيد، بس هذا ما بيمنع انه هن ما يمارسوا رياضه، لانه في عالم بس يسمعوا انه ما في فائده مثل الطفل فبيقولوا لك لا انا ما بقى بدي امارس. لا اكيد في فائده، ولكن مثل ما قلتي دائما الاساسات كثير مهمه. تماما اكيد. يعني اليوم اكيد عندنا انواع عديده من رياضه السباحه، خلينا نعددها وخلينا نعرف شو هي اصعب انواع هي الرياضه وشو اسهلها، كيف بيتم التدريب عليهم، كيف بتدربوهم، شو القواعد او الخطوات. هلا بدايه هي انواع السباحه اربعه: سباحة الحرة، سباحة الظهر، سباحة الصدر، وسباحة الفراشة اللي هي تعد كتير أصعب السباحة. صحيح. وحتى بحرق السعرات الحرارية هي من أكثر السباحات اللي بتحرق. يعني مثلاً أنت عندك خلال 30 دقيقة من ممارسة السباحة عندك سباحة الصدر ممكن تحرق 200 سعرة حرارية، سباحة الظهر 250 سعرة حرارية، وسباحة الحرة 300 سعرة حرارية، سباحة الفراشة 450 سعرة حرارية. هي كله خلال 30 دقيقة، يعني نحكي خلال 30 دقيقة بس، هي السعرات اللي بتنصرف خلال هاي الفترة. بس كسباحات نحن أول شيء منبلش ندرب، وقت بدنا ندرب أي عمر أول شيء أنا بدي أخذه للطفل الشيء الأساسي إنه أخلق ثقة بيني وبين المتدرب اللي عندي. مجرد ما خلقت هاي الثقة فخلص أنا قسم كتير كبير من التمرين رح يريحني بداية. فأول شيء أنا بدي أقوله إنه الخوف من المي اللي هي المشكلة الدائمة عنا، الخوف من المي. الطفل بيجي في اولاد حتى من الحمام وقت بدهم يتحمموا بيكون عندهم خوف كثير. هي شائعه يعني بياكل قتله هو عم يتحمم كثير. فانه هن بالاساس اول شيء بنبدا معهم انه انت ما بيصير تخاف من المي. هنن يمكن بيقلدوا اهلهم، يعني اذا كانوا الاهل خايفين هنن بشكل طبيعي ممكن يتقلدوا باهلهم. صح صح، لانه بنشوف كثير كبار بالعمر فعلا بيكونوا خايفين. في كثير مثلا اهل بيجوا مع اولادهم الولد بس يكونوا اهله ما معه بيكون ماشي هيك، بس يكونوا الاهل موجودين ببلش هي تبع الدلع انه لا ما بدي انزل وبدي وبابا. اليوم هاي النقطه سنابل كثير مهمه. اليوم انا بدي اخذ طفلي على مسبح وهو ما بيعرف شيء. هلا بنرجع بنقول التعويد من الصغر على المي هو كثير مهم. ونشوف نحن فيديوهات ودول متقدمه، اليوم الطفل بيكون عمره اشهر بتلاقيه بقلب المسبح. يعني قد ايه بلفتك اليوم انه بعمر سنه هو قادر، مثلا سنه ونص قادر يحرك ويعمل حركات صح. نحن بجوز بعد مرحلة كتير عمرية منزلته بالمي وإذا ما نزل نقول له يا شبان. تمام. يعني بصير إهانة نفسية إهانة جسدية، والحق بيرجع على الأهل إنه نحن بعمر صغير ما دربنا هذا الطفل. تمام. ما هي أنا صح. اليوم صار عندك أنت اليوم كوتش وهو هذا الطفل عنده عقدة الخوف، شو هي أهم الخطوات اللي بتشتغلي عليها؟ بفكرة إنه الأهل قديش هن دائما بخوفوا الأولاد. إحنا كان في عنا طفل هو وأخوه مسجلين، فوقت بده ينزل بالمي ابوه عن بعد وبس يشوف ابوه يبطل ينزل يجي ابوه يبلش فيه انه لا بدك تنزل معي. الاخر شيء اضطرينا نقله للاب انه خلال فتره التدريب للتورجي للولد والشاك انه خلص خليك انت برا وخلينا نحن نتعامل مع الطفل. هلا اول شيء انا وقت بدي بلش انه روح الخوف عنه للطفل، اول شيء ممكن امسكه انه شو رايك ننزل على الحفه، بلش رش له شوي مي على وشه على راسه وبعدين ينزل معي، بلش العب انا وياه بالمي، ممكن جيب طابه صغيره شو رايك تزت لي اياها. هلا في طفل من الاطفال كثير كان عنده خوف فقلنا له لوالدته الدرس الجاي جيبي لنا اكثر لعبه هو بيحبها، فجابها للعبه مسكناها للعبه نزلنا انه تعال انزل انا وانت ولعبتك، نزل تقبل انه في معه لعبته اللي هو بيضل بيلعب معها بالبيت، صار يلعب صار الحركات اللي انا بدي اعلمه اياها يعلمها اياها للعبه تبعه. مثلا بنبلش انه تعال انا وانت ورفقاتك بدنا نبلش لعب،
خلص هو ما بقى نسي فكرة انه انا بالمي وهذا الخوف، لا صار بده يلعب مع رفقاته، صار بده يطرشني بالمي، صار بده يتسابق مع رفقاته. هلا اهم شيء انا عم اقول لك انه وقت بيكون في ثقة بين المدرب والمتدرب قسم كتير من التمرين خلص بيريحك اكيد. يعني مثلا في اهل انه اي خلص معلش زدتي او انه اي زدتي، ولكن لو في حاجز مفروض انكسر، بس انا وقت بدي زدته هو خلص ما رح يكون في عنده ثقه فيني. صحيح. انه لا انت كوتش معناها رح تتركيني بالمي. هلا نحن دائما حتى وقت بتكوني انت ماسكتي مثلا حاطتي له الدفه، انت ما بتكوني لاقيتي، مجرد وجودك بجنبه خلص هو مرتاح نفسيا. انه كوتش ما تتركيني، هذا الشيء دائما بيعمل له راحه نفسيه، بس مجرد ما انت هي كله بيرجع بقول لك انه اهم شيء الثقه بيناتهم هي الاساس. اكيد. يعني يمكن كمان خلينا نقول انه في بعض من الاهالي صحيح ممكن يعلموا اولادهم السباحه من الصغار من عمر صغير، لكن بنشوفهم بيخليهم يعتمدوا على الشومبرين على الفواشات بالمسبح او بالبحر، يمكن هذا الشيء ما بيخليهم يعتمدوا على حالهم، ممكن يكبروا ويضلوا متعودين عليهم. هل هي فعلا امنه؟ انا بحس احيانا انه خطيره، ممكن احيانا البحر يسحبهم يسحبهم. صح. الموج. خلينا نوضحها قد ايه مهم نحن نعودهم انه بدونهم هدول. هلا بداية انت مشان يبطل يخاف تمام عادي ينزل. اساسي يكونوا بالبدايه عادي، لا مو اساسي، ما فيك تقولي مشكله. هلا اساسي ما انه اساسي مو اساسي، لا في منهم ممكن ينزلوا بدون. ايه هلا انه لا انا بحاول اول مره انه خلص تعال، طيب انت هي بدك اياها انه امشي ننزل، بس المره اللي بعدها خلص انه لا ما في، تعال نجرب بدونه. صحيح. تعال امسك بايدي وتعال نجرب. فهو لحاله مثلا هو درسين ما بقى بيقبل يمسك بشي، بيصير بيقول لك حتى بدي انزل بلا البورد تبع السباحه. أه. بدي انزل لحالي. يعني هي كلها بتلعب على عامل الخوف اللي هو بالاساس بيكون عنده. انت بس تروحي للخوف، هلا انت حتى وقت بيكون هو بشمبرين او اي شيء ثاني مساعد وسيله مساعده، هي كلها نتيجه الخوف يلي عنده. بس يتخلص من هذا الخوف خلص انت بتكوني تجاوزتي كل شيء. فالاساس انه خلص انا بطل يخاف، ما بقى في اي شيء مساعد له. بس طيب خلينا هيك نروح شوي لبعض الحالات اليوم ومنشوفها، وحضرتك اكيد كونك كوتش بتمرق معك اشخاص بينزلوا على المسبح بعد يعني خلينا نقول دقائق من نزله المي بصير عندهم حاله تشنج عضلي بالرجلين. هلا هي القصه ممكن تصير مع حدا مننا يعني. صح. وبتعمل مشكله بقلب المي يعني كثير صعبه، موجعه وبتلبك يعني. صح. اليوم شو سبب هاي القصه بتكون؟ هلا بدايه الشيء الاهم انت قبل ما تنزلي على المي، انت حراره جسمك حراره وحراره المي حراره. بدايه نحن دائما بنشدد انه اهم شيء قبل ما يبلشوا التمرين قبل ما يبلشوا التمرين السباحه لازم الاولاد يكون في عندهم فتره احماء تهيئي جميع العضلات. يعني نحن مثل ما قلنا انه السباحه، انا السباحه عم تاثر على كل اعضاء جسمي، عم تاثر على عقلي، عم القلب، الرئتين، الذراعين، القدمين، عم تاثر على كل شيء. فانا وقت بدي انزل على المي لازم اكون مهيئه انا كل هاي العضلات اللي عندي اياها. فوقت انا بشتغل وبهيئه لهي العضلات بعدين بنزل على المي، فالعضله مهيئه. ما بقى انا وقت بنزل فورا بتتشنج، لا بالعكس خلص انا هيئتها، حميت، بعد ما حميت نزلت على المي بلشت بالتدريج بالتمرين. انا ما فورا بقول له يلا بسرعه روح سباحه مثلا حره روح ارجع، لا بتدرج له. في شيء في شيء بالتدريب اسمه حمل التدريب. التدرج بحمل التدريب، هذا التدرج هو اللي بيجنبني تشنجات. انا بتجنب هيك كثير، يعني فتره الاحماء اللي قبل السباحه هي اهم من السباحه. ممكن حتى له علاقه نقص الفيتامينات او شيء بالجسم، ممكن واحد يرجع على النقطه يعني. ممكن كمان يعمل هيك. تمام. تشنجات. المي، المي كثير مهمه. هلا في منهم بيقولوا لك انه لا اذا بدك تلعبي رياضه لا تشربي مي، غلط، بالعكس لازم دائما كل ما عطش تشربي. بس الشيء الغلط دائما بشرب المي، انا وقتها بيكون دقات القلب عندي كثير متسرعه وبشرب مي مجمده، هون وقتها بيكون ممكن يصير في تاثيرات سلبيه. بس غير هيك لا، لازم دائما انت تمدي جسمك بالمي. كل يعني بيقولوا لك كل 10 دقائق ربع ساعه لازم تشرب. خلينا نوضح كمان مو بس المي، اليوم الاكل بتلاقي كثير من الاشخاص ممكن ياكلوا قبل السباحه، يعني قديش هذا الشيء غلط وقديش ممكن ياثر سلبا على صحه اجسامه. هلا في اول شيء ممكن يعمل له اول ما ينزل على السباحه بيقول لك معدتي عم توجعني بدي استفرغ، وبس يطلع بيكون جوعان كثير. تماما دائما. فانه اهم شيء مثلا خلص انا قبل بساعه ونص ما بقى طعمي للطفل، ممكن تفاحه، ممكن قطعة فواكه، مو أكثر من هيك. لأنه أنا هذا الجسم اللي بدي مرنه خلص، الجسم بدل ما يكون متجه على عملية الهضم ونزله على المي أعمل عسر هضم، لا أنا بخليه خلص يكون الجسم حتى متهيأ بينزل السباحة بيكون جسمه مرتاح. طيب خلينا نحكي بعد
الاشخاص هيك بسؤال الاخير لحضرتك، في شويه محاذير وليس ممنوع اليوم انهم ينزلوا بالمي ويروحوا للسباحه العنيفه، يعني بجوز عندهم بعض الحالات المرضيه مثل امراض القلب، ممكن حدا يكون عنده موضوع الفوبيا ضغط ينزل، شو هن اهم الحالات اللي ممكن يكون في شويه محاذير؟ هل اليوم في بعالم السباحه محاذير لاشخاص عندهم امراض؟ هلا اول شيء نحن بنقول دائما اللي بيكون عنده مرض قلب ما يجهد نفسه، هاي اهم شيء. بس هالمحاذير ما في اي رياضه بتمارسيها بالحد المنتظم تبعها وضمن معايير محدده ما الى اذى دائما ضمن المعقول كل شيء. بس انا لهيك دائما مو بس يعني انه دائما بترجى الاهل انه انت وقت بدك تسجل ابنك او بدك تحط دوره سباحه كثير مهم الشخص اللي بدك تحط عنده او تدرب عنده، انت شوفه هل هو شخص اكاديمي، هل هو شخص عنده ارضيه علميه، انت لا رابط القسم النظري مع القسم العملي، كثير مهم يكون مثلا مدرب سباحه ملم بالاسعافات الاوليه لانه ممكن كثير يكون في حالات صحيح انت تصير معك بالمسبح شخص ما انا ملم ما بيعرف، وبنفس الوقت وقت بيكون في عندك خبره بالاسعافات الاوليه بالانقاذ بكل هاي الامور انت كثير ممكن تتجنبي حالات ممكن تأدي بقلك ممكن في أشخاص يموتوا أكيد بتقدري تساعديهم لحظة هي لحظة يعني صحيح. لحظة تماماً لحظة صحيح. هي ممكن أنت فكتير مهم إن شاء الله بالسلامة كتير مهم الأهل يشوفوا مين عند مين عم يتدرب أكيد. يروح معه درس اثنين أنا بعد شهر روح شوف ابني وين وصل أكيد. كتير مهم الشخص اللي بدك تسجلي عنده تعرفي انه هو شخص اكاديمي شخص عنده ارضيه علميه. وبالختام يعني سنابل بنتمنى من الاهالي اليوم في كثير اطفال معطلين ببيوتهم اغلبهم مسجنين بنوادي صيفيه عشان الموبايل بنتمنى انه اكيد يركزوا على رياضه السباحه وعلى اهميتها. بدنا نشكر وجودك معنا نورتينا. سلام شكرا شكرا لك كوتش واكيد بالسلامه للجميع. شكرا لك.